اليوم بي سمارت معي رندا فهد وموضوعنا هو عن الكرامبري، مش هيك رندا؟ اكيد بس الكرامبري، بس الكرامبري بيستاهل هالحلقه. هلا بنشوف. اوكي، المشاهدين هن اللي رح يقرروا. بلكن قبل عنا خبريه؟ طبعا، اول شيء تينا مثل العاده بحب اذكر المشاهدين انه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك وهيك بتكونوا عم بتابعوني. كنا عم نحكي تينا انه الاسبوع الماضي انا حضرت كل هالمحاضرات اللي انعملوا بامريكا، حضرتهم فيرتشوال اكيد على الزوم، ومن هلأ لشهرين ثلاثة كل مرة في خبرية رح تكون جديدة لها علاقة بالأشياء الجديدة اللي عم تطلع والأبحاث اللي عم تطلع. هلأ بنعرف نحن أنه شو ما رح نحضر بهالفترة رح يكون في عنا lectures لها علاقة بالفيروس الكورونا المستجد، فإذا رح نخبر شو عم بيصير، شو علاقة الأكل بهذا الفيروس. هلأ بدنا نعرف أنه علاقة الأكل بهالفيروس عنا عدة علاقات. أول شيء هو قبل ما نحن يصير معنا هالفيروس إذا بدنا ننصاب فيه، طبعا مش إنه الأكل رح يخلينا ما ننصاب، انتبهوا هيدي فيروس، بس الأكل هو اللي رح يخلينا نكون عم نواجهه إذا أكلنا بالطريقة المضبوطة، بدنا نواجهه بالطريقة المضبوطة. فعندك قبل ما حدا ينصاب وبعد ما حدا ينصاب، وإذا حدا انصاب وفات على المستشفى وصار عنده متداعيات تانية. فإذا رح أقسم أنا كل مرة أحكي عن شغلة صغيرة. اليوم بدي أحكي عن علاقة الزين وتناول الزنك او ما يحتوي الزنك او سبلمنتس الزنك، ساعتها بدنا نقرر هون هي علاقتها بالكورونا. هلا فهون اللي صار انه انعمل ستاديز على اشخاص، هن كانوا 249 شخص اعمارهم تقريبا 63، وهول الاشخاص كانوا فاتوا على المستشفى، فاذا مشان هيك هون انعملت الابحاث عليهم. في منهم لانه ما ببين عليهم عوارض، في منهم ما بفوتوا على المستشفى، فاذا هول اللي فاتوا على المستشفى من اصل هيدا الرقم اللي انا قلته، في عندنا كان 21 شخص توفوا، فاذا تقريبا 7%، ومن هون كان عم شافوا فحوصات الدم أول ما فتوا على المستشفى، انعمل لهم فحص دم كامل، وتبين إنه الأشخاص اللي هن قدروا يحاربوا وقت الفيروس الكورونا دخل على جسمهم هن أشخاص كان عندهم معدل الزنك عالي، ومعدل الزنك كان 63 مايكروغرام بير ديسيليتر، مقارنة باللي توفوا كان معدل الزنك كتير واطي أو طب كتير كان 43 مايكروغرام بير ديسيليتر. فإذا هون من هون كمان تبين أهمية الزنك، أهمية إنه نحن جسمنا يكون كمية الزنك اللي فيه كمية كافية. سوري، ما عم نحكي إنه كوقاية، بس إنه مزبوط لما الواحد ينصاب مش إنه ياخذ جرعات زنك رح يساعد. هلا وقتها ينصاب رح ارجع احكي بعد بحلقات ثانيه، بس مبلا وقتها انت تتصل بالحكيم وتقولي له انه انا انصبت، رح يقول لك انه خذي زنك، خذي فيتامين سي، من الاشياء اللي بدك تكوني عم تاخذيها. ليش؟ لانه وي هاف تو رول اوت، يعني بدنا نحن ناكد انه هالشخص منه ناقصه الزنك. لو نحن على صحه سليمه هلا بنروح وبنفحص حالنا وكان وشفنا انه الزنك هو كميته كثير منيحه بالدم، ساعتها ما ضروري ناخذ جرعات، بس نحن اذا ما بنعرف حالنا ونصبنا ساعتها هون جرعات كثير ضروريه. هلا شغلتين انا بدي اقوله انه الزنك هو موجود باكلنا، ليه ما كنا نحكي عنه كثير قبل؟ بدي شغلتين، اول شيء هو الزنك اصلا هو بيحمينا من الالتهابات، فاللي عنده ناقص زنك فاذا هون البروتينات اللي هي بتؤدي للالتهابات بالجسم بتكون عاليه، مشان هيك هون عم يكون عم يؤدي. وين بنلاقي الزنك؟ هلا الزنك بالاكل موجود بكثير اكل، منا بالاويستر بدنا نحكي، بس منا كمان بفخذ الدجاج، منا بالبذور، بناكل بذر نحن، بذر دوار الشمس الى اخره، حتى بذر الانبوز، بذر الشيا، موجود كمان بالبقوليات، وقتها تاكلوا حمص، وقتها تاكلوا عدس في كمان زنك، هولي موجود، وموجود بالحبه الكامله، يعني وقتها ناكل شوفان، وقتها ناكل الخبز الاسمر، فاذا عم تشوفي تينا انه هو متوفر، مشان هيك انه يكون عندك بنحسب له حساب مضبوط، وانه يكون عندك نقص فيه منا شغله كومن يعني درجة، ولكن يمكن على كبر بنقول اوقات الجسم ما بيمتص بطريقه مضبوطه الزنك وغيره من المعادن والفيتامينز، مشان هيك هون كانت الدراسه على اشخاص عمرهم 63 سنه وما فوق، لانه كمان هون الحاجه بتكون اكثر من غيرهم. كرامبريز
سو لنرجع الكرامبريز. هلا الكرامبريز مثل ما شايفينهم هلا بالصوره الكثير حلوين ولونهم الاحمر، واللي ما بتعرفوه انه بتعرفوه اكيد، بس اللي هيك ملفت للنظر انه هن طعمتهم هيدي الطعم اللي هي فيها حموضه. هن منهم حلوين، وما بيتاكلوا لا مثل الكرز ولا مثل الفريز ولا مثل التوت. مزبوط، مشان هيك الكرامبريز بنعمل منهم صوصات، الكرامبريز بنعمل منهم عصير، الكرامبريز بنشوفهم كمان مجففين ومحليين فانا اللي بدي اقوله انه الكرامبري المجفف هو محلى، بتاكدوا والا، لانه الكرامبري منه حلو. وبنشوف كمان كرامبري اللي نحن فينا نشتريه وهلا عم ينزرع كمان بلبنان، كمان فينا نحطه بالفريزر للاستعمالات، بنحطها بالطبخه، بنحطها بقلب السلط حتى تعطي طعمه الحموضه كمان اطيب واطيب. هلا وقت نحكي على كبايه كرامبري، لكن بالكبايه اللي هي 110 جرامات هي بتحتوي على 5.1 جرام من الالياف، فاذا كميه الياف كثير عاليه، وهذا شيء اكيد حمايه للسكري للقلب، حمايه للمصران. بنحكي هون على 20% من حاجتنا للفيتامين سي هي موجوده بهيدي الكبايه الكرامبري. الكرامبري بيحتوي البوتاسيوم، فاذا هون عندنا حمايه كمان للقلب، من حمايه حتى ما يعلى الضغط عندنا. وتبين كمان انه الكرامبري بيشتغل حتى ما يعلي الكوليسترول العاطي اللي هو LDL. هيدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه وقت نحكي نحن على الكرامبري بدنا نقول انه الكرامبري هون مشهور جدا مينيتاكس ولا بالبوليفينول اكزاكتلي البوليفينولز اللي هن موجودين فيه، اللي هن الانثوساينينز برو انثوساينينز. هلا ليش هن كثير كثير مهمين، وليش نوعهم بالكرامبري هو نوع اهم بيميزهم عن حيالله فواكه او حيالله اكله ثانيه؟ هو تبين انه هول برو انثوساينينز ما عم يخلوا البكتيريا اللي هي بتعمل التهابات بالبول من انها تلتصق بمجرى البول، فاذا هن بيعملوا فلاشنج، بخلوا هالبكتيريا تزحط تظهر لبرا. فاذا نحن مشان هيك بنسمع باهميه تناول الكرامبري من وراء هالمانع التاكسد حتى يحمي من هالالتهابات اللي هي بتسبب اليورينري تراك انفكشن، اما الالتهابات بالبول. هلا من ناحيه ثانيه هالبرو انثوساينس كمان عم يعملوا شغل ثاني، عم يحموا المعده من بكتيريا الاتش بيلوري اللي هي البكتيريا اللي بتؤدي ليصير عندنا ألسر، اما يصير عندنا ارحاب بالمعده، فاذا كمان هون هيدي كمان عم تزحط وعم يكون في حمايه لها. حلو، بس نحن تنقول كيف متوفر لنا اذا ما نحكي بلبنان؟ اكثر شيء بنلاقيه مجفف محلى مزبوط، او عصير مزبوط، بس العصير كمان محلى. فهون نستفيد من هالشيء من هالمواد اذا تناولناه بهالطريقه. اوكي، سو انا اللي وهذا سؤال هو اهم سؤال، لانه مشان هيك هون انا عم بحكي على الكرامبري ونحن عندنا بلبنان، لقلكم انه اول شيء هو موجود صار عندنا، فنحن فينا نكون عم نشتريه وفي مزارع عم تبيع الكرامبري، هي واحد. رقم اثنين نحن قديش بدنا نكون عم ناخذ؟ الدوز اللي بدنا ناخذها اول شيء، نحن وقت ناخذه مش اذا انا صار معي التهابات باخده بيروح الالتهاب، انا اذا صار معي التهاب بدي اخذ انتي بايوتيك خلصت، فهو بريفنشن، يعني اذا انا شخص بعاني كل فتره من هذا الموضوع استعداد، ساعتها هو رح يحمي. هون يعني مهم نخبر هالشغله، يعني ما فيي اذا واحد ما عنده استعداد ما بحياته عانى من هذا الموضوع اليورينري تراك انفكشن يعني التهاب البول اما الارحى، انه يكون عم ياخذه كل يوم كل يوم كرمال علاج لهالشيء اما بريفنشن، ما انتم رح يصير معكم. هلا شغله ثانيه اللي سالتيني عنها انه هو كعصير، هلا العصير بنزيد له السكر، وقت يكون عصير اوريدي نحن فقدنا الالياف اللي فيه من ميله ونزيد له سكر، ولكن مانع التاكسد بعده موجود. فاذا انا اذا بدي اخذه ليكون عم كوقايه اذا عم بدي اخذه ليحمي لي قلبي اما الضغط اما هيك، انا بفضل ناخذ نوع من الخضره اما الفواكه الثانيه اللي هي بنحكي عنها بتنفع. ولكن اذا انا بدي اخذه كوقايه لهالالتهابات اللي انا حكيت عنها، ايه في يكون عم باخذه بضحي شوي انه في شويه سكر. شو كميات عم نحكي باليوم؟ هلا الكميات بعد لحد هلا ما في دراسات مؤكده على الكميات، ولكن اجمالا الناس ما بتاكلوا ككبيب ككب فواكه، بتشربوا كعصير. واجمالا بيقولوا انه من كوب لكوبين بالنهار هو بيكون عم.
هلا من هون اذا بعد شغله بدي اقولها، في ناس بيشربوه بالمحلل الاصطناعي no. اما بيشربوه لايت، وقت عم تشربوه لايت يعني دخل لها كثير مي للقنينه فاذا مخفف هيدا ما رح ينفع ابدا. واذا بدنا ناخذه مجفف بدنا ننتبه انه في كثير سكر no. والكميه هي الملعقتين الكبار بيعادلوا حصه كوب من كوب الكرامبري. ثانك يو رندا، رح ناخذ وقفه سريعه ومكملين.